الدين أنس الغيبين رحمة للعالمين راحت ناشرة براب المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المصطفون بنور جماله بلغ الله كماله أشرف الجلال جماله أحسن الجميل وصاله أسأل الله بلغ الله كماله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وعلى بيته وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.